في مسيرة الحياة لا بد للإنسان من أسوة يتأسى بها، لا بد له من مثال يقتدي به، لا بد له من نبراس يسير عليه. القدوة هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. مرحبا بكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليوم الحياة والقدوة. بدي رحب بضيفي الأستاذ عامر النحاس. أهلا وسهلا أستاذ عامر، حياكم الله. رمضان مبارك علينا وعليكم، تقبل الله يا مرحبا بأحسن قبول. أهلا وسهلا. يعني رب العالمين يقول فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. صحيح. هو مفهوم القدوة أستاذ عامر. تمام. قديش نحن اليوم بحياتنا بحاجة للقدوة، خصوصا فئة الشباب الناشئة، كل إنسان هو بحاجة قدوة طبعا. صحيح، يقين. ممكن نوضح مفهوم القدوة لو سمحت؟ بداية انطلاقا من الآية الكريمة تفضلت فيها، لابد من وجود قدوة، والقدوة هي عبارة عن النموذج الذي تتبعه أو تقتدي فيه البشرية. تمام. هذا النموذج طبعا في له مواصفات محددة، في صفات محددة، هو مثال أو أيقونة فينا نقول للرقي، للشخصية المثالية التي يمكن أن يحتذى بها بتصرفاتها، بأفعالها، بسلوكياتها. طبعا. بأخلاقها، بكل هذا المجال. ففعليا هو القدوة الرئيسية الأساسية ضرورية تكون موجودة، وانطلاقا من الآية الكريمة لابد من وجود الأنبياء اللي هن قدوة لهذه الأمة. أكيد. لكن وقت نقول شخصية مثالية أستاذ عامر، شو تعريف الشخصية المثالية برأيك؟ الشخصية المثالية هي الشخصية فعليا إذا بدنا نقول بالقدوة. تمام. الأساسية الرئيسية طبعا هي الأنبياء. تمام. وبالتالي هذا مفهوم المثالية. المثالية هي العصمة. العصمة. يعني تمام. فيها العصمة. تمام. ولكن ببعض الأحيان لابد أيضا من قدوات موجودة بحياتنا الطبيعية بتصير مثالية نسبية. أكيد. وحكما أن ليست مقدسة. تمام. هذه الشخصيات يمكن أن تخطئ وتصيب، هذا شيء طبيعي. أما الأنبياء فلهم العصمة. فلهم العصمة. تمام. فلهم مثل. تماما. يعني. طيب إذا حكينا اليوم عن فئة الشباب بشكل خاص أستاذ عامر، شو بتشوف قديش أهمية القدوة بالنسبة للشباب اليوم؟ تمام. بالنسبة لموضوع القدوة ضرورية جدا للشباب، وفعليا هي حاجة فطرية، هي حاجة بشرية إنه يكون في حدا يقتدي به. ونحن فعليا بالوضع العام، بالوضع الطبيعي، إذا ما نقتدي بشخصيات بتلاقي الأبناء بيقتدوا بآبائهم. نعم. بطريقة التفكير بيكون هو المثال الأعلى. تمام. هو المثال، هو النموذج اللي شايفه قدامه بالحياة. فلابد، لأن هي حاجة ونحن فطرنا عليها، أنه يكون في عنا حدا نقتدي فيه بالطريقة، بالتفكير، بالأفعال. هذا ضروري جدا يكون موجود. فلابد للشباب أن يختار القدوة، والقدوة السليمة. تماما. طيب اليوم الشباب هن في، يعني في، خلينا نقول العواصف عم تأخذون وتجيبون. صحيح. للأسف القدوات مشوهة، القدوات الصحيحة غائبة. تماما. تمام. والقدوات الأخرى هي مشوهة. تمام. طيب اليوم الشاب قد ما يقدر يميز بين القدوة الحسنة وغير القدوة الحسنة. تمام. شو ممكن نوجه رسالة للشباب بهالموضوع؟ هلأ يقينا بداية لازم نعرف نختار القدوات تبعاتنا. تمام. هاي القدوة، القدوة اللي لازم تكون أول شيء لازم تكون متبنية نفس المبادئ. تماما. ونفس الثقافة اللي نحن متبنينا كأشخاص. أنا ما فيني أخذ شخص قدوة ولا يتبنى نفس المبدأ اللي أنا عشت عليه، ربيت عليه، نفس الثقافة. أكيد. اللي أنا عايش فيها. تمام. فضروري جدا نختار بشكل صح. ننتبه أيضا حاليا نحن أمام أزمة تسقيط قدوات. جميل. يعني هناك الكثير من القدوات اللي موجودة. تمام. وهي نموذج، ودائما القدوة ده نحكي بنقطة رئيسية، هو شخص له محبة وتقدير عند أتباعه اللي متبعينه. في أشخاص مجمع عليهم الناس أنهم قدوة، مثال. نعم. يحتذى به، وبالتالي في شيء من تسقيط القدوات حاليا عم يتمنهج، عم ينشغل عليه. نعم. وتمييع القدوات بالنسبة لشبابنا ولجيلنا اللي جاي. ففعليا ضروري لازم نختار صح. طيب موضوع إسقاط القدوات أنت بتلاقيه أستاذ عامر ضمن إطار الغزو الثقافي. يقينا. الغزو الثقافي والحرب الناعمة اللي عم تصير. الاستعمار العقلي. أحسنت. خلينا نسميه غزو ثقافي. تماما. يعني في تغيير مفاهيم. جميل. تغيير مبادئ عند الأشخاص. تمام. أصبح السلب إيجاب والإيجاب سلب. تماما. فهي محاولة تمييع لكل شيء ومنها القدوات، وهي النقطة الرئيسية. وفعليا دائما يستفاد من القدوات وقت الشدائد. فنحن في وقت الشدائد، وقت الأزمات، ضروري جدا أن يكون لدينا قدوة نرجع لها، نسمعها، نستشيرها، فهي القدوة والمثال الذي يحتذى به. تماما. كيف بده يقدر الشاب يميز بين القدوة الحسنة والقدوة السيئة؟ هلأ فعليا القدوة الحسنة لها عدة مواصفات أو عدة مقومات لازم تكون بالشخصية، منها الصدق،
تمام، منها عدم تناقض الأقوال مع الأفعال. تمام. ففي كتير أشخاص كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. تماما. ففي كتير أشخاص لا تتناسب الأقوال مع الأفعال، هذا لازم يكون دقيق. في الناحية الشرعية بسموه الاستقامة. أحسنت. تماما. مطابقة الأقوال مع بالأفعال. الصدق، الأمانة ضروري جدا تكون موجودة، الأمانة حتى الأمانة على الأفكار. تماماً. ضروري ضروري تماماً. جدا أكيد. يتابع. تمام. تماماً. ولا بد من وجود موجهين، يعني لا بد كشبابنا يكون عنده موجه. تمام. لحتى هو يختار له كمان القدوة بشكل جيد، لأن القدوة لا يجب أن تختار على هوى نفس. أكيد. أنا هذا الشخص حبيته فأنا اخترته قدوة. لكن هو الواقع اليوم أستاذ عامر هيك عم يصير. طبعاً. وهو نفس محض، خلينا نقول لاعب فلاني. طبعاً. فنان فلاني كذا، هو هذا اللي عم يصير قدوة. بصراحة. وخليني أحكي بصراحة أستاذ عامر، اليوم المجتمع بشكل عام يقود الشباب نحو قدوات هي قدوات يعني سلبية جدا ووهمية. صحيح. وهي بالأصل ليست قدوة. يقينا. لا يعني أنه إنسان عنده آلاف المتابعين ملايين المتابعين هو صار قدوة. يقينا يقينا. ولكن يعني هون بنفوت نحن بشق السوشيال ميديا وسائل التواصل. فهون المشكلة هي المشكلة الإعلامية. تماما. فنحن تسليط الضوء إعلاميا مفروض كمان يكون في ردة فعل اللي عم يصير هو تسليط ضوء على القدوات الحقيقية، القدوات طبعا. الصحيحة اللي موجودة وتقديمها للمجتمع بطريقة سليمة أو بما يتناسب مع المجتمع، بما يتناسب مع آليات الإعلامية بهذا العصر. تماما. ففعليا كماكينة إعلامية بتسليط الضوء على القدوات الصحيحة نحن نراها شبه مغيبة فعليا، فهذا نحن بحاجة تدقيق هذا الموضوع. قديش نحن مقصرين بهالموضوع أستاذ عامي؟ فعلياً على كل المستويات بتبين معنا نسبة التقصير من نسبة النتائج اللي عم نشوفها. نعم. فطول ما أنه النتائج ما راح نقول كارثية، ولكن النتائج تنذر بخطر، فهذه النتائج معناتها نحن في عنا تقصير بشكل كبير والهوة عم تكبر، فنحن بحاجة أن ندق ناقوس الخطر بهذا الموضوع. جميل. طيب إذا حبينا نحكي بشكل أدق ونفصل شوي بموضوع مقومات القدوة الحسنة، أنت ذكرت بعض الخصال بعض الصفات، كيف فينا نتعمق أكثر بموضوع المقومات للقدوة الحسنة؟ بعض المقومات فعليا رح أطلق مثال الآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جميل. وبما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه والأنبياء بشكل أكيد. عام بالعموم. نعم. كان هذا المثال الذي يحتذى به هذه القدوة نسقطها أيضا أو بالرديف مع الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم. جميل. فهذه هي القدوات. جميل. ويقينا رسول الله قدم قدوة قبل الرسالة. تمام. فكان الصادق الأمين. جميل. وكان الصادق الأمين فهو كان قدوة للأمة لموجودة المجتمعية اللي كان موجود فيها قبل الرسالة. تمام. ففعليا لابد من هذه المواصفات تكون موجودة، الصدق، الأمانة، مثل ما تكلمنا موضوع الأفعال والأقوال أو الاستقامة تحدثنا بهذا الموضوع، في كتير أمور وصفات أو الأخلاق الحسنة، يعني أنا أختصر وإنك لعلى خلق عظيم، فكل لا. شيء أخلاق ضروري أن يتحلى بها الإنسان هذا مصداق أنه يكون قدوة، فينا نكون قدوة، نختار قدوة. تماما. يعني بإطار حديثنا عن القدوة أستاذ عامر، ممكن تفيدنا ببعض الأمثلة مثلا سواء من التاريخ المعاصر أو التاريخ القديم طبعا عن موضوع القدوة، عن أثر القدوة في الحياة للإنسان؟ تمام. طبعا التاريخ كان حافل وهناك نعم. العديد من الشخصيات التي كانت تقتدى بها، ونقطة رئيسية ولكن لنحكي بموضوع القدوة، هي قدوة لا تكون قدوة بكل المجالات، يعني ممكن أنت تختار قدوة بالمجال السياسي، الثقافي، الاقتصادي. تمام. الاجتماعي، في كافة مجالات الحياة، فلابد اختيار قدوة حسب أنت رغبتك، حسب ميولك كشخص. تماما. فبهذا الأساس موضوع القدوة، بعض الشخصيات بتاريخنا المعاصر كثر. تمام. خلينا نحكي بالموضوع التاريخي أكثر. الموضوع التاريخي طبعا كان عنا قدوات موجودة ويفخر بها التاريخ. يمكن أوائل القدوات أستاذ عامر هن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقينا يقينا يقينا. لقد كان في قصصهم آية. أحسن. عبرة. كان كذا. آيات كثيرة. قدوة بالصبر، بالتحمل. تمام. بكل شيء هن كانوا القدوة، أو كانوا هن النموذج. كان الله عز وجل أجب الأنبياء ورسل لحتى يكون النموذج، لحتى كقدوة يقتدى بهم، يطبق على أساسهم. هن التطبيق العملي للشرع الإلهي كان موجود. تمام. وهم القدوة المطلقة طبعا. أحسنت أحسنت. تاريخنا حافل. إذا أردنا أن نسرد الأمثلة فهي كثيرة والوقت إلى لا جلسات. يتسع ربما. أحسنت. أستاذ عامر، برأيك هل القدوة أنواع أم أن القدوة هي واحدة في الحياة للإنسان؟ تمام.
لا فعليا القدوة هي عدة أنواع طبعا. هي بتنقسم لثلاث أنواع رئيسية. النوع الأول من القدوات هو القدوة الإيجابية أو القدوة الحسنة، وهذا أول ما يتبادر إلى الذهن. تمام. فهي القدوة الإيجابية أو القدوة الحسنة هي القدوة اللي نتيجتها سلوك حسن، تصرفات إيجابية محمودة لدى المجتمع. تمام. وفعليا نحن فينا نأخذ القدوة الإيجابية أو القدوة الحسنة من عدة نماذج موجودة. يعني فعليا إذا بنحكي بالحياة الواقعية ممكن يكون القدوة الإيجابية شخص زميلك بالعمل، هذا الشخص الموجود زميلك بالعمل، نشاطه تفاعله مع الأمور ففعليا هو يعتبر قدوة. ممكن يكون مديرك اللي موجود بالعمل، فأيضا التزامه وطريقته بإدارة الأزمات، إدارة المخاطر، قيادته للفريق العمل. تمام. وممكن تكون عبارة عن شخص هو أنموذج، هو قدوة ومثل أعلى يقتدى به، بتحب أنت أنك تقتدي بمبادئه وبتعليماته، هي القدوة الإيجابية بالمعنى الأشمل. تمام. النوع الثاني من القدوات هو القدوات السلبية، وهي عكس القدوات الإيجابية فعليا، والتي تعطي سلوك يعني سلوك سلبي غير محمود، غير مرحب فيه بالمجتمع، ما متفق عليه، سلوك هجين فينا نعتبره، الناس بتشمئز منه. واليوم هي القدوات للأسف هي كثيرة، هي أصبحت السائدة، هي أصبحت السائدة للأسف. تمام. فهي مع وجود الخير السواد يعني الأعظم كما يقال، يعني أكيد لابد من وجود الخير، ولكن فعليا إذا ما في أسود ما ببين الأبيض. تمام. فلابد من وجود هذا النوع، ولكن مع التركيز أنه هذه قدوات سلبية بتقديم القدوات الإيجابية المقابلة حسن. تمام. أحسنت، حتى يكون في مقارنة للجمهور. النوع طبعا هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث هو عبارة احنا بنسميه القدوات العكسية. القدوات العكسية هي عبارة عن أشخاص نحن يعجبنا النموذج تبعهم، قريبة شوي من القدوات الإيجابية ولكن هون فيها خدعة، يلي هي انه انا بيعجبني هذا الشخص، بيعجبني الهدف اللي حققه. طبعا. او اللي وصله، ولكن انا اختلف انا وياه بالمبادئ، او هو انطلق من بعض الامور. وهذا امر مفصلي وجوهري جدا. يقينا يعني. يقينا تماما. يعني صحيح نحن نقول عادة ان العبرة في الخواتيم. نعم. ولكن كيف وصلنا الى هذه الخواتيم؟ لابد لأي ختام، هي مقدمات، مقدمات الأحداث. يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. أحسنت، الغاية لا تبرر الوسيلة يقينا. فعلى هذا الأساس نحن ما فينا هدول الشخصيات أو القدوات العكسية فقط أنه ننبهر بشلون وصلوا. يعني بهذا الشيء فيني أخذ شوي قدوة سلبية. تمام. القدوات السلبية ممكن بأرجوك بهرجة الأمور والأهداف اللي وصلوا لها، ولكن فعليا كله سلبي. أما هون لا، نحن فينا نسميه دس السم بالعسل. انت بتشوف الظاهر هو ايجابي. نعم. ولكن الباطن لا سلبي، او المبدا اللي وصل له هو مبدا انا لا اتفق معه. فضروري جدا التنبيه على موضوع القدوات العكسيه، لان الايجابي. ناخذ مثال عليه هذا نوضحه اكثر استاذ عامي. ممكن شخص صاحب شهره عاليه، تمام، ويتحدث، تمام، وبيطلع، فينا نقول ناخذ مثال او خليني اجيبه بشاهد، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تماما. فمن هذا المبدأ بتلاقي عم يحكي وعم يتحدث وهو قدوة والعالم عم تشوفه. الفجوة بين النظرية والتطبيق. أحسن. الفجوة بين النظرية والتطبيق. تماما. هذا هو الكلام يقينا. تماما. فوصل للهدف، ممكن شبابنا تطلع تلاقى أوه وصل لهدف، ما راح نفوت بأسماء. تماما. ولكن شلون إذا فتنا بأسماء مشكلة، فنفوت بالمشكلة، نفوت بالتشهير ونفوت بالتسويق، فما راح نفوت فيه. ففعليا وصل لهدف، حقق شيء، العالم بتشوفه نموذج حلو وحقق هدفه وحقق طموحه وعمل عمل عمل عمل، ولكن شلون وصل ومين وصله؟ لا. وهلا طبعا اذا بدنا نتابع شوي السوشيال ميديا بنلاحظ انه كثير اشخاص صارت مشهوره واصبحت للاسف قدوات لشبابنا. لا. ولكن عم تشوف خلف الكواليس ما هو اعظم. جميل. يعني كيف وصل، شلون وصلوا. تمام. بشكل طيب. كتير سيء. حنوقف عند هالنقطة أستاذ عامر، خصوصا في موضوع السوشيال ميديا ووسائل التواصل اليوم. نعم. وتأثيرها على القدوات. لنتابع بعد هالفاصل نحن وياك لو سمحت. تفضل. اهلا وسهلا فيكم، عم نتابع حلقتنا لليوم الحياة والقدوة. بدي ارجع رحب بضيفي الاستاذ عامر النحاس. حياكم الله. يا مرحبا استاذ عامر. حياكم الله. الله يسلمك. كنا عم نتابع قبل الفاصل مع حضرتك بفكرة تأثير السوشيال ميديا وسائل التواصل
على موضوع القدوة بالذات خصوصا لفئة الشباب. نحن بنعرف قديش فئة الشباب هي فئة حساسة بالحياة تماما. قديش اليوم برأيك السوشيال ميديا عم تأثر على فئة الشباب بالموضوع القدوة؟ تمام. هلا بما أنه السوشيال ميديا صفيت هي العصب فعليا كل شبابنا تتجه هي لغة العصر اليوم. هي لغة العصر وتتجه أكيد. إلى السوشيال ميديا صارت بشكل مطلق ومع غياب الضابط اللي أصبح موجود كما يقال وغياب المعايير أحسنت المعايير والأهداف وكل شيء يعني هناك تميع عام أكيد. أصبحنا أمام خلق قدوات وهمية مشوهة مزيفة تمام جميل. هذه القدوات اللي صارت موجودة بتنظر لها فعليا خلينا نحكي بنفس موضوع القدوات هي قدوات صاحبة ديمومة في المجتمع. فالمجتمع بس يكون في قدوة قدوة تمتد على عدة سنوات. هلأ إذا بدنا نلاحظ شوي بتلاقي القدوة طلعت وخفتت بعد سنة سنتين أحسنت يعني خلص موسم لها. فهذا أول مبدأ بيرجيني إنه هاي القدوة هي مزيفة. هي كانت لحالة ما لتقديم حالة تمام لتقديم فكرة ما ليخلي الأشخاص أو شبابنا يتبنوا فكرة ما وبالتالي راحت أدت النتيجة تبعها أدت الهدف والغرض. ممكن تأثيرها على اللاوعي كتير كبير أستاذ يقينا عمي. هي برمجة لاوعي تماما فعليا هي برمجة لاوعي برمجة غير مباشرة أحسنت برمجة غير مباشرة. وبمبنى اللاوعي طبعا على مبحث اللاوعي نحن كأشخاص كبشرية وحسب العلوم نحن يحكمنا اللاوعي بنسبة 94% يعني نحن كأشخاص لاوعي 94% لاوعي مقابل 6% واعي. فنحن العقل اللاواعي هو عقل قادر يرجينا الحق باطل والباطل حق فعليا يقينا هي برمجة عجيب تماما برمجة. فهو شيء خطر والسوشيال ميديا بلشت تشتغل وهذا ميدان تخصصك أستاذ عامر تمام ميدان تماماً. التخصص صحيح. فنحن فعليا هذا شيء خطير وفعليا لنحكي شوي باللاوعي أوقات نحن يا ريت لو سمحت بدنا نحكي شوي باللاوعي. فعليا العقل الواعي قادر إذا كان الإنسان مثل ما بيقولوا ما له هدومه تمام قادر يجيب 13 معلومة يركز فيهم سوا بالوعي تمام. أما العقل اللاواعي قادر يجمع 2 مليون معلومة بالثانية حسب الإحصاءات بلقوة صور بحطها بذاكرة فوضوية عشوائية ولا تميز بين الخير والشر تمام فعليا. فنحن فعليا بس عم تبرمج لكن كلمة 2 مليون بالثانية أستاذ عامر يعني رقم رهيب جدا ميموري كارد عالي فظيع يعني فعليا. هل هو فعلا لهالدرجة واقعي؟ إيه يعني فعليا لنحكي بمثال أنا يعني البعض بصراحة أستاذ عامر لو طلعنا عن موضوع القدوة شوي لكن البعض ممكن يشكك بهي الإحصائيات يشعر أنه هي خارج المنطق شوي تمام أنه 2 مليون بالثانية تمام. هي فعليا رح نضرب مثال هيك على السريع تمام حتى ما نستفيد فيه لاواعي بلقوة صور تمام بلقوة صور بحطها بالذاكرة. نحن بكتير أوقات منكون ماشيين منتعرف على شخص ونعرف أنه هذا الشخص أول مرة بنعرفه فبتقول له كأني شايفك كأني بعرفك هذا مثال بيصير معنا كتير بيصير معنا هذا يعني واقعي كتير. عملي تمام. ففعليا بكتير أوقات أنت بتكون فرضا واقف عم تحكي مع حدا وهذا الشخص مرق من مكان ما اللاوعي أخذ له صورة خزنة فوقت شفته دغري بيطلع لك الصورة بيقوه ماك أنه أنت بتعرفه تمام يقينا شايفه فهي لعبة اللاوعي تمام. وفي كتير قصص يعني حتى أوقات اللاوعي بيوهمك أنه المكان أنت مألوف وقت بتفوت على بيت تحس حالك كأنك فايت وبتعرف حالك يقينا أول مرة بتزور تماما. فهي لعبة اللاوعي تمام. فالسوشيال ميديا عم تركز على موضوع اللاوعي وغير القدوات هو الموضوع الأخطر اللاوعي. أحسنت وعم يشتغل عليه من سن الطفولة تمام. يعني فعليا بقنوات الأطفال برامج الأطفال اللي عم نشوفها في كتير مشاهد في كتير صور عم تتمرق باللاوعي تندس باللاوعي وحتى تصير مألوفة تماما. تماما. فالقدوات اللي عم تنشغل هي قدوات موجودة عم يبرمجوا فيها اللاوعي تمام وما في رقيب فعليا أكيد. ولا في تقديم نموذج وهذا هو الخطر على شبابنا. ونقطة أساسية كمان خليني بس دقق عليها بالتفصيل نحن كأشخاص ما عنا قدوة واحدة نعم نحن عنا مجموع قدوات نحن كأشخاص بمعنى نحن بناخذ مجموع قدوات يعني ممكن أنا بطريقة لبسي في إلي قدوة بتصريحة شعري في إلي قدوة بطريقة كلامي في إلي قدوة فأنا عم بجمع مجموع قدوات وعم شكل الشخصية تبعي تماما. فبتقعد انت بتسال اي حدا بتقول له مين قدوتك بصفن تبيل لك وقت انا مالي قدوه انا قدوتي نفسي لا ما بيمشي الحال يعني احنا حتى عملوها تجربه على بعض الاطفال بيقلدوا ابهاتهم بطريقه المشي ماشي والله وحاطط ايديه ورا ظهره صح. فهو قدوه قدوه بالحركه تمام قدوه بالحركه بالتصرف بالفعل تماما. بالقول بكل هذا موجود وعم يصير فبس نحن ما لنا منتبهين لان مثل ما تفضلت هي قصه لاوعي. فموضوع السوشيال ميديا خطير جدا بتمنى يصير تدقيق عليه تماما بالأخص كأطفالنا كجيل ناشئة
أو صرنا فتنا بمرحلة هو إدمان السوشيال ميديا. إدمان السوشيال ميديا ضروري يتدقق هاي الشخصيات اللي عم تتقدم، ليش عم تتقدم للمجتمع؟ نعم. ليش عم يتسلط عليها الضوء بشكل كبير؟ شو الإنجازات اللي قدمتها على صعيد البشرية؟ فضروري ندقق على موضوع السوشيال ميديا. تمام، بنرجع بنقول هي بالواقع هي ما هي قدوات؟ لا يقينا قدوات وهمية. وهمية. عم يخلق قدوات وهمية مزيفة. تماما. بس أنت عم يقنع فيها أنها هي حقيقية ولكن هي وهمية مشوهة. تماما. تمام. طيب برأيك أستاذ عامر كيف بتكون حاجة الناس للقدوة الحسنة في حياتي؟ هلا لابد من وجود هي القدوة الحسنة. تمام، نحن بنحكي على المصداق الأعم. لا عز وجل كان لابد من وجود الأنبياء كمصداق تطبيق عملي. نعم. للشرع الإلهي. جميل. ففعليا لابد من وجود هي القدوة التي يحتذى بها. نعم. للبشرية بالطريقة إن كانت تعبدية والعلاقاتية وضمن التعاملات والمعاملات. نعم. في هذا المجتمع. وأنا هون حابب ألفت لنقطة، نحن بكتير أوقات بتصير معنا مشكلة، تجي شخص بتقول له يا أخي ليش هيك عم تعمل، شو بيقول لك؟ أنا مالي نبي. أو وكأنه أنا مبرر يعني. تمام، هو ليس مبرر. ليش؟ لأن فعليا هل كان في عنا موجود قدوة لا يحتذى بها؟ يعني نزل نموذج غير قابل للتطبيق؟ لا أبدا. ففعليا هذا النموذج قابل للتطبيق، ولكن أنت بحاجة شوية مجاهدة نفس. نعم. بشوية صبر، تمام، بشوية إيمان، بدليل الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صحيح، أحسن. فلو لم تكن قابلة للتطبيق لما أمرنا بالاقتداء بها رب العالمين. أحسن. فهو بيصير الأمر بالاقتداء بشيء غير قابل للتحقيق، لكن هو النفس بده يبرئ حاله. أحسن. بيقول لك أنا مالي نبي، مالي نبي ما بقدر. لا تمام، فعلى هذا الأساس فلابد من وجود هذا المعيار التطبيقي. حاجة الناس لوجود القدوات بكل شيء. يعني احنا فعليا بناخذ اوقات القدوات بموضوع تصرف، اي تصرف عام. نعم. ممكن في قدوات بطريقه التفكير. يعني في اشخاص بتقول لك شو يعني انا بس عصب لحالي هاكيني. نعم. فهو شايف نموذج انه قدوه انه بس يعصب فلان او بس يعصب خلال. خصوصا برمضان استاذ عامر. أحسن. اليوم نحن صايمين. ايه تمام، يعني هذا الامر كثير نحن بنواجه التفاصيل. صار حاله عامه صح للاسف، يعني صارت وكانه صح. علم على رمضان. ايه احسن، إن الانسان صايم بده يعصب. ايه لا تحاكي، لا تحاكي، لا تحاكي لي معصب. اليوم بيقول لك لا تقارشني، انا صايم للاسف. طبعا. لكن هو الصيام في الاصل اجى هو تهذيب للنفس، تهذيب وضبط وإعادة. أحسن. برمجة وإعادة. أحسن. يعني هو تماما هو موسم عبادة لتهذيب النفس. تماما. لجهاد النفس بالآخر. نعم. تمام، وهو الجهاد الأكبر بالآخر. أكيد. جهاد النفس. طبعا. فلابد من هذا التهذيب والاستفادة من هذا الموسم. فعلى هذا الأساس لابد من هذه القدوات، لابد من وجود. نحن بحاجة، نحن شئنا أم أبينا بحاجة. برجع بكرر، هي عبارة عن حاجة ضرورية لكل إنسان وليست اختيارية. لا يقينا ضرورية. تماما. ضرورية جدا. خلقنا لحتى نشوف في قدوات قدامنا ونتعامل معها حتى نكمل مسيرة الحياة. أحسنت. ونموذج للتعلم. تماما، نموذج للتعلم. يعني نحن فعليا بس نشتغل بنفس التدريب. أول 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 نظرية نحكي بالتدريب، موضوع التدريب بالتقليد. نعم. وأنطرح نظرية حادثة قابيل وهابيل. نعم. وحادثة الغراب. ففعليا كان صحيح. تقليد. نعم. كان تقليد، ولابد من وجود القدوات لنقدر نقلد هاي الشخصيات. نعم. ولكن النقطة الأساس كيف نختار هذه القدوة. تماما، انت هلا سالت السؤال انا بدي اسالك يا استاذ عامر. فعلا كيف فينا نختار القدوه؟ تمام، بدايه يعني نحن تطرقنا لبعض التفاصيل، لكن هلا السؤال الصريح فعلا كيف نحن لازم نختار القدوه؟ تمام، وخصوصا خلينا ناكد لو سمحت على فئه الشباب. تمام، والناشئه. لابد بدايه اول قاعده اساسيه لاختيار القدوه ان تختار قدوه ذات سلوك واضح. تمام. ومنهج واضح. لا. وطريقه تفكير واضحه وسليمه. أنا لازم محص دقق القدوات اللي أنا عم بختارها. فهذا أول نقطة. مو أي إنسان له شهرة أنا بجعله قدوة. لا يقينا لا. تمام. ما صفي إعلام. نعم. صفي إعلاميا عم يسوقوا لي أنه هاد أنت لازم تتبناه كقدوة. لا، أنا بدي أفكر ليش بدي أختار فلان قدوة، ليش هاد. تماما، يعني لا ما بدي أقبل بالقدوة الجاهزة اللي تقدم لي، ليش هذا الشخص هو القدوة؟ ولازم أفكر أنه إذا اقتديت بهذا الإنسان لوين بدي أصل. أحسنت. أنه هو سكة طريق. أحسنت، هو رفيق طريق. تماما، أحسنت. تمام. أحسنت. تمام، بهذا النفس. فبداية هذا موضوع السلوك، لازم اختار سلوكه واضح، طريقته واضحة. النقطة الثانية، باخذ القدوة على حسب الميول تبعي. يعني أنا فعليا شخص ممكن مهتم بالرياضة فباخذ قدوة رياضية. تمام. مهتم بالشؤون العلمية باخذ قدوة علمية بمجال علمي محدد بطريق محدد. تمام، فهذا ايضا موضوع يدقق اني بدي اخذه ضمن مجالي. تمام، ايضا دائما نحن بنحكي بنفس موضوع القدوة اللي بدك تختارها، هي قدوة لازم تكون عايشة نفس بيئتك.
مثل ما حكينا نفس أفكارك تمام ولكن نفس بيئتك. يعني ما فيني أخذ قدوة فرضا شخصية بالصبر غير قابلة أو لا تخضع لاختبارات اللي أنا عم بخضع لها كهو نموذج تمام؟, تمام في بيني وبينه ممكن عشرات الكيلومترات, هذا ما لا يسمح, ليس مصداق للقدوة فرضا بالصبر مثلا. فهدول الشغلتين أو هدول الثلاث شغلات الأساسية. والشغلة الرابعة الرئيسية اللي لازم ندقق عليها أن هذه القدوات اللي عم نختارها حاليا يلي موجودة بمجتمعاتنا يلي هي ليست المثالية المطلقة أو بين قوسين ليست المعصومة كأنبياء وكرسل, هذه تخطئ وتصيب فعليا. يعني يجب أن يكون العقل هو الحاكم حتى لو اخترت قدوة وحتى لو حبيت شخص وحتى لو اتبعت شخص, يكون في عندي معاييري خاصة لحتى قيم, وأن يكون في عيني في أنا عم شوف عم دقق تمام. فممكن أنه تكون هذه القدوات في بعض الأوقات تختار خيارات خاطئة. فعلى هذا الأساس يجب أن يبقى العقل هو الحاكم وهو اللي عم يراقب هي التصرفات تمام. بالقدوات اللي موجودة حاليا, ونتوقع أن هذه القدوة ممكن تخطئ في يوم من الأيام, هي ليست دائما على صواب, ممكن أنه كلها خطأ تماما. تمام. شكرا كثير أستاذ عامر النحاس لحضورك ومشاركتك. شكرا الله يحفظك والأفكار الجميلة اللي قدمتها في حلقتنا اليوم الحياة طبعا. والقدوة. شكرا. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله, وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. آمين جميعا. ختاما, صدق الله حين قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده سبحانه وتعالى. دمتم بخير, شكرا لطيب متابعتكم, إلى اللقاء.